رجل شج رأسه احتلمت أفداه بعض الناس بوجوب الغصن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في الوطن وخارج الوطن. سعيد بتواجدي ضمن فريق هلا سألوا لهذا اليوم المبارك، كما نسعد باستقبال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور كمال بوزيدي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. بكم أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يحفظك ويبارك فيك، إن شاء الله عمره مقبولة إن شاء الله. لنوليكم آمين يا رب. كما نسعد أيضا مشاهدينا الكرام باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة بعد بيان موضوع هذا اليوم إن شاء الله. العبادة هي علاقة بينك وبين ربك، أما السلوك فهو علاقة بينك وبين الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أخلاق المسلم في رمضان. فليتفضل شيخنا كمال بوزيدي مشكورا مأجورا ليبسط لنا الأمر ولنتعلم منه مما تعلم. فضيلة الشيخ. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بالفعل الأخلاق هي مطلوبة على سبيل الدوام، خاصة وأن المسلم مطلوب أن يعامل الناس وأن يتعامل معهم بأخلاق عالية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حث أمته على هذه الأخلاق، ثم يعني ذكر قال: يعني إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يعني من أثقل في الميزان يوم القيامة من بين يعني هذه الأمور حسن الخلق. فحسن الخلق كما ذكر في أحاديث أخرى يعني أيضا يعادل قيام الليل وصوم النهار. فإذن حسن الخلق من أعظم السلوكات التي ينبغي على المسلم أو على المؤمن أن يتحلى بها، وخاصة في رمضان. أولا الشكر، الإنسان لابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى أنه بلغه رمضان أو الحق رمضان، لأن النوافل في رمضان تعتبر فرائض، يعني عند أجر الفرائض، والفرائض 70 فريضة خارج رمضان. يعني شوف الله سبحانه وتعالى كيف يعني يضاعف الأجر في رمضان. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فطر صائما، الإنسان الفطر كان له مثل أجره، يعني أول حاجة يدي أجرته، زائد أن الله يكفر ذنوبه، زائد يجعله من عدد العتقاء من النار. هذا فضل الله عظيم. إذن من بين الأخلاق هو الإحسان، هو البذل، هو الإنفاق، إنفاق على الناس، وخاصة إدخال السرور على الفقراء، على الأرامل، على المحتاجين في مثل هذا الشهر اللي هو محتاجين كثر. فلذلك لابد للمسلم أن يفكر في غيره، لا يفكر في نفسه، لأن المسلم الله سبحانه يعطينا يعني بعض ملامح لما يقول نحن، مش يمثلنا بأن عبارة احنا عن أمة، مش ماشي قادر بيقول أنا. نعم. في كل حاجة يقول أنا، من الذي يمنعه؟ ولكن دائما ربي يعلمنا باش نتكلموا باسم الجماعة، مش باسم أنا، لا نحن، نحن باش يبين بأن هذه الأمة إنما هي أمة واحدة، ماهوش كل واحد يعيش وحده، احنا نعيشوا بمعنى فيما بيننا، نعيشوا للأفراد ونعيشوا للجماعات، نحيوا يعني سنة الجماعة، يعني سنة التفكير في الغير. فالإنسان لا يعيش لوحده، لذلك اسمه إنسان لأنسه بغيره، فلابد الإنسان يفكر في غيره. من بين الأخلاق هو الصبر. الصبر، صبر أول حاجة، لأن في رمضان كثير من الناس يتقلقوا، أحيانا كاين اللي يشتم، أحيانا كاين اللي يقول كلام رديء، كاين احنا أحيانا الإنسان يعني بمعنى أنه لا يصبر على غيره من الأذى ولا على بعض الحركات إلى غير ذلك، فتجده هو يعني يقول واحد الكلام، يعني هذا الكلام عن سبحانه وتعالى لو فتح الله الأرض دخل فيها، يعني باش نشوفوا بأن
أن هذا رمضان هو شهر الصبر، شهر التحمل، لابد الإنسان يتحمل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا كان في صوم أحدكم يعني وجه واحد فإن سابه واحد أو شتم فليقول إني صائم. صائم. إني صائم، أنا صائم. باش يفكروا، واش بمعنى يقولوا إني صائم عندنا، إحنا كنا صايمين، ولكن باش يفكروا يا ودي أحذر أنا صايمين، ما تخسرش صيامنا، خلي صيامنا دائما طاهر، وخليه بمعنى سليم حتى يتقبل الله منا هذا الصوم، خليه سليم. أما الإنسان إذا لم يكن يعني مو فيه الذكر من أخلاق رمضان، أخلاق القرآن الكريم هو قراءة من بين الذكر، الذكر أحسنهم هو قراءة القرآن الكريم، خاصة إنسان يأتي مرة في السنة يعني باش يختم القرآن يعني مرة في السنة. يعني وهذا يعني القرآن الكريم كل حرف بك بعشر حسنات، وفي رمضان تضاعف، ماشي بعشر بأضعاف مضاعفة. فلهذا الإنسان مدى به يقرأ القرآن حتى ولو العجوزة مثل ما تقرأش القرآن تشوف 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 كما يقول المصحف، لأن قال العلماء العبادة في ثلاث، يعني بمعنى الإنسان لما يشوف حاجة ثلاثة هذه عبادة، تكتب عند ربي يطيع فيها ربي سبحانه وتعالى، عبادة كتب ربي حسنات. أولها قال نظر في كتاب الله، نظر في القرآن ولم يعرفش يقرأ أو يشوف فيه برك يكتب ربي حسنات، هذه عبادة تعتبر عبادة. والنظر في الكعبة ولو موش يطوف أو يشوف قاعد بك أو يشوف الكعبة يتوحد، هذا تعتبر عبادة وعنده أجر كبير. والنظر في الوالدين، الوالدين بنظرة تاع كما قلت الحنانة، نظرة الحنانة ونظرة الرأفة والرحمة إلى الوالدين، هذه تعتبر عبادة، تعتبر كذلك ربي يعطي أجر كبير. بلا ما يعني ما يقولوا له دير، لما يقعد يشوف فيهم برك يشوف في والديه ربي يكتب له أجر، أجر كبير. هذا الإنسان يشوف العبادة، هذه يعني من أخلاقيات يعني القرآن الكريم وأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان في هذا الشهر إذا يحاول يحافظ على لسانه باش ما يتكلمش أمور يعني يضر بها نفسه ويضر بها غيره، كالنميمة والتفرقة بين الناس والظلم والغيبة. لهذا يعني شفنا في قصة يعني أن في أحد الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالصوم، قال اليوم هذا صوم وكل، صاموا أكل وقال لا تفطروا حتى آذن لكم، ما تأكلوش تجي تشاوروني، وإن ناكل منك. لما جاء آذان المغرب باش يفطروا يجي مثلا أبو بكر يقول يا رسول نفطر، يقول افطر. سيدنا عمر يجي يقول يا رسول نفطر، يقول افطر. سيدنا علي ما يجي يقول نفطر، يقول افطر. أبو هريرة ما يجي يقول افطر، الصحابة يجي يقول افطر. من بعد قالوا يا رسول الله كاين واحد زوج نساء راهم يستأذنوك، هم بعاد يسكنوا بعاد، يسألون يفطروا، قالوا ما يفطروش. الصحابة دهشوا خلعوا، ثم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذوك راهم فطروا على الدم وعلى الكبدة تاع كما قلت تاع الميت، تاع الكبدة تاع الميت ولا غير ذلك. الله قال له كيفاش راه صرا؟ قال لهم لأن هذوما ما صاموش، هذو صاموا بالنميمة والغيبة، هاولوا حتى تقيوا الدم وتقيوا الكبدة هذيك تاع البادي تاع، قال لهم هذا هو الماء باش يفطروا هما، هذا اللي يفطروا. إذا الإنسان فدام يحافظ على الصوم تاعو باش يقبلوا ربي سبحانه وتعالى. فلهذا يعني كما قال النبي في أحد الأحاديث يقول صونوا، صونوا صيامكم، صونوه. ليش نصونوه؟ صونوه بالحفظ بذكر الله، وصونوه بعدم التعرض لأعراض الناس، ما تخوضوش باش تقطعوا في الناس وتحرشوا بين الناس وقيل وقال إلى غير ذلك. والنبي قال نهانا عن ثلاثة بما فيها قيل وقال، هذه قيل وقال تؤدي إلى يعني يعني سوء الظن، ورب سبحانه وتعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني ذيك الإثم. فلهذا ما دابينا حافظوا على رمضان، حافظوا على صيامنا، وهذا من بين الأخلاق يعني اللي باش نقدروا إن يعني نتابعوا الصوم هذا، وباش ما نخدموش وما نخلصوش، على الأقل كي نخدموا خدمنا نصوموا على الأقل ربي أجرنا إن شاء الله، ويعني ويعطينا الخير. كما يقولوا المكافأة باش ندوا المكافأة هذيك تاع يخلي الصائم فرحتان، فرحة عند فطر كي يفطر يجي يفطر عند الفطور يفطر به يفرح به فرحان ويفرح هو به بالفطور تاعو بالصيام تاعو، وفي العيد وعند فطره وفي العيد يفرح بأنه الحمد لله ربي قدره في الصام شهر رمضان ينوض فرحان يفرح، وعنده عند لقاء ربي كذلك عنده يوم القيامة ربي يفرحه بباب الريان يقول لهم هذا الباب وراهم الصايمين اللي كانوا سيصوموا بكري في الدنيا يدخلوا من هذا الباب، دخلوا منها يدخلوا صايمين، واللي ما قبلش منه ربي صيام يقول انا كنت صايم يقولوا لا يا ودي انا صمت، ولكن ماكش مقبول
ماكش من مقبولين، ما عندكش حق تدخل من هذا الباب، ماشي تبهدلة خاصني يوم القيامة. كيفاش أنا كنت نصوم في الدنيا وكذا وتعبت مشقة العطش والجوع وكذا، في آخر تهربي ما قبلكش ما قبلش الصوم تاعك، ماشي مشكلة. فلهذا ماذا بينا نحافظوا على هذا الصوم ونحافظوا على هذه العبادة العظيمة، وهي مرة في السنة ربي قدرنا عليها، ويرزقنا الأخلاق الطيبة، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك شيخنا، الله ينفعنا بعلمك. بارك فيك آمين يا رب. مشاهدينا الكرام، نبدأ إن شاء الله ونشرع في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة والمفتتح إن شاء الله من قسنطينة. الأخت حليمة، السلام عليكم. ألو، السلام، حاب نداعمكم. الله يحفظك، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. يسلمك إن شاء الله. تفضلي. زيد فضلك خويا، حبيت تدعينا برك يا ربي يرزقني بالزوج الصالح لي والأختي. الله يرزقك إن شاء الله ويفرحك إن شاء الله. ودعينا للوالدين توفي وربي يرحمهم وربي صبرنا على فراقهم. الله يرحمهم، الله يرحمهم وأموات المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا، شكرا أختي فاتي حليمة. شكرا. الله يفرحكم أنتي وأختك إن شاء الله. خديجة من وهران، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظكم ويسركم. آمين. شو؟ تفضلي. هي أنا دا القمرة كبيرة، وكان كنت حفظك. عملت أنا دوزا فيسي مرت ماشي وريحت ربي نجاني منهم. الحمد لله. وبصح دا القصالات مانيش 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 نعم في الصلاة وش بيك؟ مانيش نركز على الصلاة. مريضة، نعم. وتحت ننسى وتحت نقرا دي فوا بالجهر، واش فايت لي ولا لا؟ واضح. بدون الله يحفظكم ويسركم. شكرا، شكرا خديجة، ربي يشافيك إن شاء الله ويعافيك. شكون؟ من بلسي. ألو. ألو. تفضل أخوي أبو علام، السلام عليكم. أهلا وسلام ورحمة الله. تفضل، سؤالك. سؤال؟ أدعم. عندي سؤال. أنا نسمع، أنا نسمعه فيك. الذهب كيف ماركيه عند السيارة وش حاله؟ كان اللي ما يقد يكون بغي يدير عارس ولا حاجة إن شاء الله، ويخلط جي 60 مليون ولا 70 مليون يماركي عند السيارة ويخلص بالطرف. اللي يقول يزوج، كان اللي يقول ما يزوج. يعني أنت حبيت تشري الذهب وتخلصه بالتقسيط؟ إيه بالتقسيط، ندير راه عندي بغي ندير عرس. نعم. ندير عرس الواحد الولد، وبغى نشري له الذهب. الذهب نديرو تجيني عاد سياغ 60 مليون ولا 70، قال لك كي تماركي نديرو منها النص ولا تماركيه، ولا تماركيه كاع ديك 70 مليون من بعد. نعم. تخلص خطره 10، خطره 15، خطره 20، مانيش عارف كاين اللي يقول لك يزوج وكاين اللي يقول لك ما يزوجش. واضح، واضح شيخنا. هيا تبقوا على خير، صحة فطوركم. الله يسلمك، صحة فطورك ان شاء الله. سلامة. محمد من عند دفلة، السلام عليكم. السلام، نهاركم سعيد، يا رمضان مبارك لكم وللشيخ ان شاء الله. لنا ولكم يا رب. تفضل خويا محمد. عندي سؤال بسيط على كل حال. عندي نصلي التراويح في البيت. نعم. والزوجة بجانبي على اليمين، هل نعم. يجوز ام لا يجوز؟ تراويح في المنزل مع اهلي. نعم، مع زوجي. ايه. ايه والزوج، انا نصلي مع الزوجه فقط، انا ما عنديش العائله. الزوجه ماهيش لاصقه فيك، تصلي معك في اليمين، ما تلصقش فيك ولا تلصق؟ لا ماشي تلصق فيا. زوجتي انا كبير، متجوز السبعين. ربي يطول في عمرها. على كل حال ما كان حتى قصد، المهم على اليمين. خلاص، أنا واضح. نصلي التراويح وهي تسابني على اليمين. واضح، واضح خويا محمد. اثبات يقال باللي معناها لازم محسوب، لازم يكون وراء الامام. هل هذا يجوز ام لا يجوز انها تصلي بجانبي على اليمين؟ الله معي التراويح. الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ان شاء الله، وادعوا لنا معاكم كي تصليوا. لنا ولكم ان شاء الله. يبلغ مقصودنا ومقصودكم ان شاء الله. آمين. ورمضان سعيد، وتحيه من لب الفؤاد الى شيخنا الدكتور. الله يحفظك ويسلم عليك.
بارك فيك. ندعي لك ان شاء الله بالخير. بارك الله فيك ربي يطول عمره ان شاء الله. بارك الله في حفظ الله. شكرا. جمال من العاصمه مرحبا. عندي سؤال، انا انسان مريض مرض السكر. ربي يشافيك. وجست عند الطبيب قبل بالاسبوع. نعم. وقال لي ما تصومش باش تستعمل الدواء ونستعمل الحقنه هذيك تاع السكر. ربي يشافيك. وحبيت نحاول هكذا نصوم ونحس بتعب كثير، ومن بعد قررت كما قال لي الطبيب ما نصومش. نعم. ولكن انا قادر يعني لو كان بذل مجهود ممكن على حسب عقليتي انا نصوم، وكي نشوف روحي في خاطر نفطر، لاني حبيت الشيخ يوضح. واضح. ربي يشافيك ويعافيك خويا جمال، بشفى عليك وما تتعبش روحك بزاف. شكرا شكرا خويا، الله يبارك فيك، الله يجزيك. شكرا خويا جمال، شكرا لجوابك. جمال ايه، ربي يوفقك ان شاء الله ويشافيك. شكرا خويا جمال، مع السلامه. نجيب خويا يونس، لكن اسئله والناس من العاصمه. بحسن خيار الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. حبيت نسقسيك، كان راجلي ما ماهوش يصوم، ورانا نفطروا وحده بصح ما تصومش، مريضه هي ثاني. زوجي لا يصوم. هذا ما كان يصوم. واضح شيخنا. واضح. واضح. شكرا. والناس من العاصمه. طيب ورده مسكيك ده، السلام عليكم. اخت ورده، انا راكي معانا تسمعي فينا، تفضلي. خويا يونس اذا ما كانش اتصالات نجيبها. ورده السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال شيخ. تفضلي، انا نسمعه فيك الان. اسال عن قيام الليل. نعم. هل الاجر فيه بعدد الركعات ام بطول القيام؟ نرفع الصوت. وشنو هو الاجر؟ ارفعي صوتك برك خلينا نسمعوك. قيام الليل، هل قيام الليل هل الاجر، هل نقول انا هل الاجر فيه بعدد الركعات، انك تصلي مثلا 8 ركعات او 10 او ام بطول القيام في الركعه؟ ام بطول. نعم واضح اختي ورده. ونجي. عندي سؤال، ماما رايحه تروح للعمره ان شاء الله في 15 رمضان. شكون معانا برك؟ فكريني برك بالاسم تاعك. انا ام اياد من تبسه. ام اياد مرحبا بك من تبسه. بك عايش. نعم الشيخ. خيار الناس. عايش. الحاجه رايحه للعمره ان شاء الله. ان شاء الله. نعم وش بيها؟ تفضلي. رايحه في النص تاع رمضان، وحابه تدير عمره على بابا ربي يرحمه. ربي يرحمه ان شاء الله. اي نعم. قالت عمره، قالت قالوا لك انها لا ما تجوز لها انها تدير العمره عليه. معليش، هي دارت عمره من قبل ولا ما دارتش؟ لا ما دارتش، اول مره رايحه تدير. هذه اول عمره ليها. ها طيب. هذه اول عمره ليها. هذه اول عمره ليها. واضح شيخ. وعندي سؤال اخر شيخ. تفضلي تفضلي امية. قال دركا ماما كي تروح للعمره وتروح، ما عادش تقدر تسلم على رجال خواتاتها يعني؟ سلام، ما عادش تسلم كي تولي من العمره؟ اها. كيفاش سلام، للرجال ولا للنساء؟ لا للرجال، يعني رجال البنات خواتاتها مثلا. يعني نساء خاوتها، خواتاتها، بناتها. خواتاتها. نعم، من الانساب والارحام. اها. ها السلام، معليش، يجاوبوك ان شاء الله. ان شاء الله، بارك الله فيك شيخ. مع السلامة. يا اخي هادو الناس ماشي واسمو. نعم شيخ. قلت لك السلام هذا على الحاجة هذه. الحاجة كي تسلم هادو ماشي محرم ليها ولا محرم؟ لا ما همش محارم ليها. واضح. رجال اختها، يعني رجال اختها. ما واضح واضح. راجل اختها يعني تسلم عليه ولا لا؟ واضح 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 ومية. بارك الله فيك. الله يتقبل منا ومنكم الصيام ان شاء الله. امين ان شاء الله. في حفظ الله، وان شاء الله الحجة تولي بخير، وتدعي لنا معاها ان شاء الله، وتدعي لكافة المسلمين والجزائريين ان شاء الله، والله يلحق كل مسلم ان شاء الله لهذيك البقاع. امين. شيخنا
نبداو. على بركة الله. الله يحفظك يبارك فيك. نبداو من حليمة من قسنطينة تطلب الدعاء لها ولأختها بالزوج الصالح. أمين، ربي يرزقها بزوج صالح وذرية صالحة يا رب ليها وخواتها إن شاء الله، واللي كافة لم يسمعوا فينا المشاهدين كافة المسلمين إن شاء الله، وربي يرحم والديها إن شاء الله. أمين، يرحمهم يرحموا دينا كل جميع. أمين أمين، جميع أموات المسلمين. الأخت خديجة من وهران تسألوا، هي مريضة مريضة وفي الصلاة تصلي بدون تركيز. الآن دوك هي عندها الأثر، أثر تاع اللي قالت لك، جاتني أفيزي. نعم. ديز أفيزي، وهذوك يأثروا. نعم. يا واحد يعود عنده نسيان، واحد يعود عنده النطق، هكذا تحبستي فيك تهضر. مسكينة، واحد ذاك الوقت كيفاش؟ ربي يشافيها ان شاء الله ويعافي الصحة. فنقول هذا أمر عادي، ما تقلقيش روحك. المهم رتبي برك فقط بأنك كما نقولوا ركعتك يجيبهم صحاح. ركعتك يجيبهم صحاح، ولو ما كش كما نقولوا تخلفي فيهم، ما كش تنقصي في الصلاة، هذا هو الصح. أما ما دام أكيد تعرفي، أكيد تقرأ الفاتحة، أكيد تقرأ الصورة، وأكيد تركعي الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، هذو راك تجيبيهم عاديين، إن شاء الله صلاة صحيحة، ما فيها حتى مشكل. إن شاء الله. حتى مشكل. وإذا نسات شيخ تسجد سجود سهو ولا؟ دوك إلا كان تنسى يوميا، تنسى سجود سهو بعد الصلاة. بعد الصلاة. وما تصححش. بعد التسليمتين. بعد التسليمتين. نعم. وما تصححش، معناتها خاش ماهيش عارفة، هذه يومين عندها مرض، يعتبروا مرض. تقعد تقول دائما كل ما تصلي صلاة بعد السلام تسجد سجدتين، ما دام هذا يسمون المستنكح معناتها. اي نعم، اي هذا هو، والله يوفق ان شاء الله يتقبل منا. امين، ربي يشافيها ويعافيها. بارك الله فيك شيخنا. ايضا الاخت الاخ بوعلام يسال، اراد شراء الذهب بالتقسيط. نعم، الذهب الان هو قديما كان قول واحد، يعني بمعنى ان الذهب كان نقد، يعني بمعنى يشرو به الناس، يروح كما نقولوا يروح للسوق يشري به كيما درك، يشري به البنات، البطاطا، يشري به يعطيه له يدي عادي. اما الان ما نقدرش نروح نشريه نديرو سلسله تاع الذهب، ولا نديرو خاتم تاع الذهب نقولو اعطيني 2 كيلو بطاطا بخاتم تاع الذهب، ما كانش. اذا اصبح الذهب اليوم اصبح هو سلعه، حتى هو دخل ولا سلعه من السلع. لهذا العلماء قالوا بما ان الحكم يدور مع علته، العله الان اللي هي الثمانيه اللي كانت بكري النقد الان راحت، قال ما ولات ولات سلعه من السلع. بما انه سلع من السلع قالوا هنا، وهكذا ما ذلك هم مختلفين العلماء فيها. فالذين اجازوا قالوا بمعنى هذا الذهب ولا سلعه، اذا يجوز نشريوه بالتقسيط. ولكن الان عمليا عند الصياغين ما بقاش المشكل هذا، ماهوش بيع بالتقسيط، راهو فقط الانسان اللي يشتري يروح كما نقولوا حنايا شغل كانه يشد اليد على سلعه معينه يكموندي، يعني يطلب طالب، وهذاك يخبيه له، يقولوا هاي السومة تاعو خبيرو. واش يدير المشتري؟ كل شهر يقدم له كما نقولوا ثمن معين، قسط اللي يقول له هو عليه، كي يكملوا الاقساط ثم يقولوا هاك المال تاعك هاوليك، وهاي السلعة تاعي، هاو الذهب تاعي، الان راح نبيع لك هذا الذهب هذايا بقيمة كذا، هات الدراهم وهاك الذهب، يا ولا يد بيد، ما كانت مشكلة، خلاص راحت المشكلة. المشكلة لو هذاك السياق عطاله الذهب. أيوة. هذا هو البيع بالتقسيط. بيع بالتقسيط ان الصياغ ددهب، اللي اسمه المشتري ددهب، والصياغ او يخلص بالعقل. هذا المشكله اللي هنا الخلاف هنا. لذلك بعض العلماء قالوا بانه يجوز بيع الذهب بالتقسيط اذا كان يشد الذهب، والصياغ او يشد المال كل سنه كل شهر يشد شويه حتى يكمل له. هذا هو. اما اذا كان بالطريقه انه يعني كل شهر يعطي له شويه، بعد نهار يكمل الاقساط كلها، بعد يسقيلو يقولوا هاك لك الان مالك وانا هاو ذهب، هيا دوك نبيع لك يد بيد، ما ولا بيع بالتقسيط وراح، ما بقاش مشكله خلاص، ولا بيع صحيح 100%. يكون دين بيناتهم. يعود دين، هذاك هو، يعني بمعنى ان المشتري هو الدائن، يعني يسلف الاخر، وعنده الدين عند يعني كما نقول البائع اللي هو صانع اللي يصنع الذهب، ولا مدين، يعني ولا المشتري يسال له الدراهم خاشو يخبيهم عنده، كانه يخبيهم له. نعم. فولا هو اللي يسلف، كانه يسلف ولا الدائن، حتى يكملوا، كي يكملوا يقولوا هات دراهمك وهاو الذهب الان نبيعوا بعضنا بعض، هاك اعطيني ذوك الدراهم وهاك الذهب يد بيد، يعني ما بقاش مشكله، يعني بقى العمل صحيح ما فيه حتى مشكله. ان شاء الله، الله يفرح وليده ان شاء الله. دامك امين. ان شاء الله ويفرح جميع المسلمين يا رب. الأخ محمد من عند فلا يسألوا عن صلاة التراويح في المنزل، يصلي هو والزوجة نتاعو
والزوجة نتاعو بجانبه. نعم. يقول لك بعض قالوا لازم يعني تبعد عليك خطوة الوراء. نعم. احنا وش نقولوا له شيخ؟ احنا هذا أمر بين العلماء، هو الأصل فيها عند جمهور العلماء أن الإنسان المؤتم يعني اللي يتبع الإمام يكون موراه، ما يكونش قدامه، يكون موراه أذن إن شاء الله. أي. مشاهدينا الكرام، يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر للجزائر العاصمة وضواحيها، فننصت لأذان الحق ونعود إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة إن شاء الله. نعود إن شاء الله لاستكمال أسئلتكم واتصالاتكم. وشيخنا شيخ كمال، نكمل من سؤال الأخ محمد اللي يصلي التراويح مع الزوجة نتاعه. إيه نعم، كما قلنا بمعنى أن جمهور العلماء يقولوا بأن الإنسان الإمام يبدأ يجي في الأمام والمأموم يجي من وراء. نعم. فبعض العلماء منهم أبو حنيفة رحمه الله، بعض العلماء قالوا بأنه يجوز للرجل إذا صلى بأهله صلي بجنبه، المهم ما تكونش لاصقة فيه، يعني صلي معاه خطوة من هيك ما فيش مشكل، صلي معاه تراويح عادي وصلاة صحيحة. يا تمشي كل الصلاة تاعك صحيحة وربي يتقبل ويدعينا معه. آمين آمين. الله يتقبل إن شاء الله أخويا محمد. الأخ جمال من عاصمة يسأله، مريض مسكين، مريض السكر، والطبيب قال له ما تصومش، لكن هو حبي صوم، حبي صوم، وقال لك هذاك النهار إذا حسيت يعني بالتعب
نكمل نفطر، وإذا ما حسيت بالتعب نكمل الصيام نتاعي. قال لك نصيحة يعني ناخذ بنصيحة الطبيب أم ناخذ يعني بالتجربة نتاعي؟ بالتجربة نتاعي، وربي يشافيه إن شاء الله. مرض السكر هذا لا يعلمه إلا صاحبه الطبيب، احنا ما نعرفولوش، احنا يجيب لنا ربي رانا صحاح، نحس روحنا بلينا خفاف رانا صحاح، ولكن لا نعلم ما هو بداخلنا، مش عارفين واش كان الداخل. كثير من الناس كانوا هكذا، كانوا يحسوا يصوموا وكذا كذا، في اخرتها صابوا في عينها نقصت، الضروس بداوا يطيحوا، الكبد بدا يتقاس، بعد بدات تنقل امراض اخرى. وهذا منين؟ من هذاك الصيام اللي كان يصوموا، كان هو يشوف روحه بانه مليح هكذا، وما خداش راي الطبيب، الطبيب عارف بان السكر هذا ياكل، يعني ياكل بالعقل بلا ما تفيق. فلذلك الانسان لابد، احنا كانت عندنا كما نقولوا مقوله يقول لك سال المجرب وما تسقسيش الطبيب، يا خير نقولوا احنا سال المجرب ما تسقسيش الطبيب، وهذه مقوله غلطه من بالك ماهيش، احنا نقولوا صح سال المجرب وما تنساش الطبيب، هذه المقوله صحيحه وما تنساش الطبيب، يعني روح شوف المجرب بصح ما تنساش الطبيب، لانه هو ادرى. نعم هو اللي يعطيك كما نقولوا الطريقه الصحيحه باش كيفاش تواجه هذا المرض تاعك، هو عطاك الطريقه الصحيحه، قال لك انت ما تصومش. الطبيب هو ادراه، هو يتحمل مسؤوليته امام الله، قال لك يا ودي انت ما تقدرش تصومش، حتى ولو تسيب نفسك راك قادر تصوم، ما تصومش، لان هذاك المرض ما يسمحلكش باش تصوم، فلهذا ما تصومش، افدي وما تصومش. ودير في بالك يعني بالشيوخة ولا العجايز ولا هذه المرضى تاع السكر ولا المرضى تاع الضغط على طونسيون ولا غيرها وغير هذه المرضى هذو، ان يعني الانسان كي يفطر لمرض او لعذر ما يقدرش يصوم معاه، يدير في باله بانه عند ربي صايم، يعطي اجر صايم، ما يخافش ان شاء الله يا ربي. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال الانسان المريض والمسافر يعطى اجر الصحيح واجر الحاضر، يعني بمعنى الانسان إذا كان مريض وما صامش عند ربي راه صايم، يكتب له بلاه صايم، عنده أجر صايم، تفطر أنت بس عند ربي راك صايم، يكتب لك حق صيام تاعك ويعطيك أجر الصوم. والمسافر نفس الشيء، هو راه مسافر ولكن ربي يكتبه عنده راه حاضر، يعني دي أجر تاعه كامل، يعني أجر كامل كي اللي راه معانا، يعني نشوف الأجر. فلذلك الإنسان ما يخشاش، بمعنى كاني مريض مانيش نصوم مع الناس صيامي ناقص، يعني بمعنى ما عنديش أجر مع الناس، لا عندك أجر كامل إن شاء الله عند ربي، مادام كنت صوم قبل المرض والان المرض منعك من الصيام عند ربي سبحانه وتعالى راك صايم عنده، يعطيك اجر الصوم ان شاء الله، وربي يتقبل ان شاء الله منه. وعليك بالطبيب ما تديرش رايك ان شاء الله، ايه وربي ان شاء الله يشافيه، هذا واش نقول، الله يشافيه ويشافي مرضى المسلمين. شيخ جمال او قال لك الشيخ خذ بنصيحه الطبيب، قال لك ما تصومش وربي يشافيك وان شاء الله ماجور ان شاء الله. الاخ والناس من العاصمه تسال نفس السؤال، لكن تقول لك زوجي لا يصوم يعني مريض، وهذاك الفدية هذيك تعطى لشخص آخر مريض، يعني روح للمرأة مريضة تفطر يعني في رمضان، تقول لك هل هذا جائز؟ نعم، بما أن احنا العبرة هذيك تفطر ما تفطرش هذاك شيء آخر، فاحنا نحوسوا على الفقير، هل هذه المرأة فقيرة؟ إذا كانت فقيرة وهي في نفس الوقت مسكينة مريضة مرض مزمن هذا ولا بس بها، فنحن نقول لها هذا أولى، تعطيها مسكينة باش تفطر وباش يعني كيما نقولوا احنا تتقوت روحها، على اساس يعني كيما نقولوا تداوي روحها بهذا الطعام، يعني الطعام باش تشد الجسم تاعها وتقاوم هذا المرض، باش بقوه يعني الطعام يعني اللي يعطاه لها الطبيب عن طريق الحميه، عن طريق كيما نقولوا الريجيم تاعها يعطيه لها، واش تاكل واش ما تاكلش الى غير ذلك. قول هذه العمليه جائزه ما فيها حتى مشكل ان شاء الله، وربي يتقبل يا رب. امين، بارك الله فيك شيخنا. تسألوا الأخت وردة مسكيكدا عن قيام الليل، أجره في عدد الركعات أم بطول القراءة في الركعة؟ نعم، هنا العلماء نفس الشيء، فيهم فريقان، الفريق الأول يقول العبرة بكثرة السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بكثرة السجود، وهذاك الصحابي الجليل اللي قالوا يا رسول الله ادعي ربي باش يعني يديني معاك باش نكون معاك في نفس المرتبة، قالوا ما لا عليك بكثرة السجود، كثر السجود باش تكون معايا. وبعضهم علماء قالوا العبرة يعني إذا كان إنسان يقوم الليل العبرة باش بكثرة القراءة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حاجة كما قلنا ماشي كيما بعض الناس يصلي بصور طوال، يعني يصلي بصور طوال، ما يجي كم من واحدة حتى يدخل في الثانية، ما يجي كم من الثانية حتى يدخل في الثالثة،
وهكذا كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة طوال، كان يعني يطيل في القراءة، ولكن يعني هنا في هذا أمر سارع يعني فيه ساعة كبيرة، اللي يحب يعني يقصر في السجود ما يصليش ركعات كثيرة ويطول في القراءة فله ذلك، واللي يحب كثرة السجود للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا كثر من السجود فأكثر، فأما السجود يعني كثروا منه كثروا يعني من الركعات السجود، فهذا كذلك عنده أجر كبير أيضا. فنقول الإنسان اللي كثر السجود فيه خير، واللي يطول كذلك في القيام وما يصليش كما يقولوا بزاف كذلك فيه خير، وربي يتقبل، هاتي يتقبل منا ربي يبارك سبحانه وتعالى إن شاء الله. نستأذنك شيخنا بعض المكالمات. إيه إن شاء الله. السلام عليكم الأخت خديجة، أم خديجة من ميلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، ربي يتقبل صيامكم إن شاء الله. منا ومنكم إن شاء الله يا رب. تفضلي. والله عندي واحد وعندي واحد الموضوع راح حابين نطرحوا على الشيخ، وأنا شوية نخاف من ربي حابين نطرحوا عليه ترى. تفضلي ويسمع فيك الشيخ أو يسمع. عندي شوف عندي مرت ولدي تسمى، أنا نسكن فوق ويسكن تحتي. ثم كانت عايشة معايا الحمد لله، عايشت معايا والله أنا ما نشي هادشي اللي نهضروا، واني شاهد ربي عليه وأنا شاهد على نفسي، ما نشي وصلتها والله حاجة دوك انقطعتني، ما تسكن اللوط ما تطلع لي، وأنا خاف من ربي، حب أنا نتقرب ربي بزاف وخاف من ربي، هي ما تهضرش معانا وما تجيش عندي ما تطلعش عندي، وليدي يجيني بيد وليداته وهي انقطعتنا. كي جيت قلت لها ندير لك الصلح، كانت ما تهضرش يا طفلة، كي جيت نقول لها ندير لك الصلح باه تولي وتهضروا وذاك، قالت لي انا قلبي تحل، قالت لي السما برك ما تطلع علينا ما تهضر معنا، ما يعني تعرضنا هكذا بيا بالشيء. وانا شويه انا خايفه من ربي، مانيش ظلمتها الضمير تاعي، ما على بالي بروحي ما انا ظلمتها ما حقرتها ما درتها والو، بصح انا دوك ضميري شغل مأنبني شغل، قالت ما تهضرش معايا ما تطلع لينا ما تهضر معانا، يقول لي الشيخ الحكم هذا واش هو. نعم انا اللي كبيره لهم. واضح ام خديجه. والله راني نخاف انا من ربي بزاف، ربي ربي يصلح الاحوال ان شاء الله، ما نقدر ربي يصلح الاحوال. عيشك يا بابا عيشك. شكرا. هذه برك شغل قاعد هكذا ما تهضرش معانا شويه ما كاش مشكل، ينصحها الشيخ ان شاء الله، ان شاء الله ترجع الامور كما كانت ان شاء الله. انا تسمع عليا ذنب والله، لا لا، لان هاي مرت ولدي وولدي يجيني بيب وليداتي وهي بصح ما تجينيش، ما يصير الرحيم تاعي. ربي يهدينا ويصلح حوالنا ان شاء الله، يجاوبك الشيخ وينصحها ان شاء الله. يجاوبني الشيخ ان شاء الله. عليها برك، هذه هي اللي راهي محيرتني. شكرا ام خديجه. شكرا. ربي يتقبل منا ومنكم. امين. منا ومنكم ان شاء الله. الاخ حسين نتبسه. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل خويا حسين. مرحبا بك، مشاكم يا مشايخ لاباس. يرضي يطول في عمرك، الله يحفظك. الله يهنيك. حبيت عندي سؤالين. الاول السؤال الاول بما يخص الفديه، خطر انا ندياليزي والمخلوقات ديالي لا جوز نتاعي هنا في تبسة، اتصلت حتى بنظرت شؤون دينيه، واحد يقول لي 15، واحد يقول لي 12، واحد يقول لي 10. هذا السؤال الاول. يعني راك تحوس الفدية، شحال القيمة نتاعها؟ نعم سيدي. قيمة الفدية، نعم. الله يبارك. السؤال الثاني. السؤال الثاني، نعم. نصلي في العشاء هنا في الدار، ما نقدرش راني عاجز. ربي يشافيك إن شاء الله. أنديكابي 100%. ربي يقويك. يعيشك الشيخ. نصلي راني نصلي في التراويح معاهم مع التلفزيون، اسكو جايز لي ولا لا؟ واضح أنا. مقعد. وصحة فطوركم وبارك الله فيكم وصحة. ربي يشافيك ويعافيك ويقويك إن شاء الله. شكرا خويا حسين، نشوفك على خير. ربي يهنيك يعيش إن شاء الله. أنا استناو الإجابة. نجاوبوك إن شاء الله، نجاوبوك. اللي على شيء هادي ولا طيب. غدوة ولا غير غدوة؟ لا لا، الآن 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 نجاوبك. ربي يهنيك. تبعنا برك، تبعنا. والشيخ راهو يدعي لك. أحلام. السلام عليكم. الله يحفظك يا شيخ كمال. الله يحفظك يبارك فيك ويطول في عمرك. ربي يهنيك. كان صديق بوسلام عبد السلام. إيه. الله يرحمه ويسع عليه. ربي يرحمه. أخويا نستنى دور لاطونت باش ما نعطلك خويا. شكرا خويا حسين، ربي يشافيك ويعافيك ويقويك. الله يشفيك. شكرا. مع السلامة، في حفظ الله. شكرا، مع السلامة. مكالمة الأخت أحلام. السلام عليكم. أم أحلام. ورحمة الله وبركاته. راهي معنا أم أحلام، تفضلي. نعم شكرا، مرحبا بك.
وبيك. كلهم انتم بخير وربي يطول في عمر الشيخ هادم البوزيدي والله يرحم شيخنا ابا. منين راكي تكلمينا ام احلام؟ منين راكي تكلمينا؟ انا نكلمكم سطيف. سطيف خيار الناس، تفضلي اختي ام احلام. الله يسلمك خويا. شوف عندي بعض الاسئله. السؤال الاول، سمعت واحد الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك في الاخر تاعها يعني تكررها 33 مره وتقول اللهم اغثني يا رسول الله اغثني بعزة الله أغثني سريعا يا رسول الله بعزة الله. هل يجوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإغاثة نعم، الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني نعم. السؤال الثاني قراءة القرآن، هل قراءة القرآن، سمعت أيضا الحديث قالك قراءة القرآن يصعد الكلام الملائكة تشهد على قارئ القرآن، وعندما يموت يأتي قارئ القراءة القرآن هذيك بينه وبين كفنه، هل هذا للقارئ أو الله للحافظ؟ لازم يكون الإنسان حافظ والله يكون قارئ برك هكذا يتلو القرآن أنا الليل وأطراف النهار، أم يعني لازم يكون حافظ؟ نعم، هذه بهينة للإنسان الشفعة. الجزء السؤال الثالث، عندك مثلا هذيك الطمأنينة وراحة البال اللي تجي للإنسان عندما يذكر الله كثيرا، هذه دلالة على القبول؟ نعم، الإطمئنان. الإطمئنان ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. هذاك الإطمئنان اللي يحدث للإنسان للمؤمن، هل هو دلالة على قبول ذلك الذكر وهذيك الأعمال يعني لربي يقبل علينا كمان؟ نعم. إن شاء الله. واضح، هذا السؤال الثالث. وشكرا وبارك الله فيكم، ودعينا الشيخ كمال بوزيدي يا ربي يهدينا لطريق الحق. آمين. شكرا ومحلام، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك، الله خير. شكرا. زينب من المعسكر ونجيب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تفضلي اختي زينب. بغيت نسقسيكم على كي هذاك القرض تاع السلفه الاسلاميه. نعم، نديرو تاع هذيك تاع السلفه الاسلاميه في البنك. الصيرفه الاسلاميه. أيوة، كي يديروا تاع السكن، يديروا تاع السكن شغل يديروا من يدوا من لابي تاع اللي يسلف. نعم. عليهم يأخذ، ومن بعد اثنين هما يشروا لها هما يشروا. نعم. لها سكنة، ومن بعد اثنين يديها عليهم. بصح نعم. شفت شغل انترنت باللي جو هذا ماشي تاع بيع المرابحة وما يلقش يكون اللي يشري ملزم، دونك اسكو هذه تتعد حرام اللي راهي دارتها البنك ولا نورمال؟ واضح شيخ. انتي لقيتي عقار ولا هما اللي راح يشريوا لك العقار؟ شوف احنا شغل تتخير السكنه. نعم، وهما يروحوا يشروها لك ابخي انت تشريها على لابانك البنكة، ولا بنك شغل تقول لك باللي عندك زياده تاع شحال شغل بورسنتاج من لو بري توتال تاع السكنه يزيدوه لك. نعم، ومتفاهمين عليه مقبل الشراء. نعم، واضح شيء. أشكى هذه تنعد حلال ولا نعم. ريبة. واضح. عندك سؤال ثاني اختي؟ لا لا، شكرا، بارك الله فيك اختي زينب، في حفظ الله. شيخنا نبدأ مع معليش بسؤال الحسين باش نجاوبه باش ما نطولوش عليه. ايوه، يسألوا عن الفدية، قيمة الفدية شحال يخرج، هو مريض هو والزوجة نتاعو مقعد. الفدية هذه لا يمكن تقديرها يعني بالجملة هكذا، لأن كل واحد وفديته. نعم. بمعنى احنا نقول له واش تاكل، شوف أنت، لأن ربي قال من أوسط، يعني شوف أنت إذا كانك تاكل قدر 20,000 خرج 20,000، إذا تاكل قسم 100,000 خرج 100,000، إذا تاكل 5,000 خرج 5,000، كل واحد حسب قدرته. نعم. احنا نقول بصفة عامة، لم يقول ب 15 20 10، لم يقول بصفة عامة. دوك الانسان اللي يحب يتكرم ويزيد هذا فضل الله عليه، ربي يكرمه ويفضله. المهم اذا حب يخرج من الخلاف، واش تاكل؟ شربه، اجواز، كيما نقولوا شويه شرازه، هذا يكفو. مدهم اللي يجي كل يوم تجيب واحد ياكل فقير اعطيهم له، واش تاكل انت؟ هاك تهنيت، ما تخلص ما والو، هذه الماكله تاعك، واش تاكل؟ مد. نعم. حبيت مد درهم قدر هذوك واش تاكل، قدرهم قومهم، قول شحال تسقام لك هذه مثلا، تسقام لك 20,000 وتخرج 20,000. هذوك اللي تاكلوا انتوما قدرهم ب 20,000 اعطيهم له. هذه البيعه تاع الفديه الحقيقيه، يعني هذه كيفاش نقوموها على حساب الناس. حنا نقولوا بمعنى الان هكذا بصفه عامه، انا نقولوا 20,000 يعني بمعنى باش الانسان يتكرم. يتكرم. ايه، خاطر ممكن على واحد مسكين ما يقدرش 20,000 ما يقدرلهاش، باقي يا ربي وياكل قيس 5,000 ولا قيس 10,000 او يخرج 5,000 ولا 10,000، واش عنده باش كذا واش عنده؟ ما نقولوش خرج 20,000.
نقوله بصفة عامة. هذاك وش الطاقة نتاعو؟ ايه. ويقدر واحد ياكل كبش في النهار. هذاك لو ياكل كبش يقول له خلص انت 5 كيما راه، يقول له لا خلص كبش. نعم. كيما تاكل خرج انت واش تاكل. هذه هي في ذيابي مع بناء على مقدورك. هذا هو، حنا نقولوا بصفة عامة فقط، حنا نعطوا الأقل حاجة اللي ما عندوش أو شنو نقولوا له؟ واش تقدر تاكل؟ تاكل 5000؟ خرج 5000، هذا هو مقدورك خلاص. 20 20 10 10 على حسب مقدور. إلا قال لك أنا لاباس بيا نقدر نمد 20000 في النهار، مد 20 في النهار. قال لا أنا جاتني 20000 قليلة، أنا لاباس بيا، أنا عندي نخلص مليح، حبيت نمد 50000، مد 50000. كثر خيرك، ربي يبارك لك، ربي يزيد لك في مالك، يزيد في مالك. هذا هو. فهذه الفدية بمعنى ما عندناش هي في الحقيقة ترجع لعرف الناس، واش هم ياكلوا الناس، عادة الناس، واش يخرجوها. وربي ان شاء الله يتقبل كل واحد وحالته، الله يتقبل منا ومنهم. بارك الله فيك شيخ كمال، ربي يشافي خونا حسين. يسالوا ايضا على، يقول لك انا مقعد 100% ونشوف صلاه التراويح في التلفاز، يقول لك هل يجوز يعني نصلي وراهم؟ مؤخرا يعني جاءت فتوى يعني رسميه من المجمع الفقهي، ما يجوزوش صلاه وراء التلفاز، لا وراء التلفاز لا الاذاعه ولا التليفون. قالوا بعدم جواز متابعة التلفاز صلاة التراويح ولا حتى صلاة الفرض، نفس الشيء. كانوا مقاعدين في الدار. كان واحد من العلماء قادما يعني مات، ما عندوش بالزمن، مات رحمه الله، كيما هاد الناس اللي مساكن ما يخرجوش، جوز لهم، قال ما يجوز صلاة التراويح يعني متابعة للتلفاز. يعني مش بصح الإنسان كي يتبع في التلفاز وش هو يصلي مور الإمام ولا يصلي مور التلفاز، مور حاجة يصلي مور التلفاز مش مور الإمام. نعم. إيه كون تقطع الكهرباء تريسيتي واش يصرى؟ فلهذا الانسان يصلي هو التراويح، يصلي يقول الله واحد 11 مره في كل ركعه، هذيك هي التراويح تاعو. ربي يتقبل، ربي يتقبل، هذيك هي التراويح تاعو ولاباس عليه ان شاء الله. ايه ربي يوفق ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشافيك خويا حسين ويعافيك ان شاء الله. امين. نعود لسؤال ام اياد من تبسة، تسالوا عن الحاجه نتاعها الله يبارك، رايح للعمره. ربي يبارك ان شاء الله، وهذه اول عمره ليها، وحبت تبدا يعني تدير عمره على الزوج نتاعها. هو احنا كما فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحدث هذا ان احد الصحابه رضي الله عنهم حب يدير عمره لواحد اخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا حجيت انت؟ قالوا ما حجيت يا رسول. قالوا ما لا لا لا، ابدا بروحك انت ومن بعد دير صاحبك هذا اللي تقولي عليه. فهنا كي نفس الشيء الاخت الكريم يقول لا، اعتبري انت الاولى ديري عمره، لما تكمل العمرة روحي مسجد عائشة رضي الله عنها، من تماتيك عاودي العمرة تاعك، لأن مسجد عائشة هو يسموه التنعيم، من تماتيك يسموه أقرب الحل إلى الحرم. نعم. هو أقرب حل. فكان الجعرانة وكان عرفات وكان اللي يحب يبعد، لما يبعث من الطائف لا حب يروح للبيار علي، الله يسهل عليه، هذا من الأبعد. نعم. أما الأقرب اللي يحب يعني بالخفي بشي يعني يشوف حاجه قريبه ليه وماشي بعيد عليه، مسجد عائشه فيه. امام مالك كان يحب مسجد عائشه، قال لي يحب العمره يبدا مسجد عائشه، كان يحبها التنعيم، كان يحبه. قال لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اختار امنا عائشه، قال لها من تم روحي انت ديري العمره تاعك، امر خوها قالوا ديها للتنعيم، من تم ماتيك باش تعاود العمره تاعها، اما انت كذلك روحي انت روحي مسجد التنعيم وديري شحال حبيتي. كاين بعض الناس هم يقولوا لك لا ما يجوز، هذو غير ما تسمعي لهمش. هذا قولوا هذا رايك شدوا عندك، تحب تدير انت راه يسالك، بصح ما تحتمش على واحد اخرين. لا، حنا جماهير اهل العلم، حتى بنو جماعه من ملك كان يكاد قريب يقول باجماع ان العمره يجوز تكرارها في سفره واحده، واللي حب يروح مسجد عائشه يروح مسجد عائشه يعاودها. الشيخ بن باز رحمه الله عليه نفس الشيء، قال من استطاع ان يعتمر في اليوم 1000 مره فليفعل. يدير بغى يروح تنعم يومين يروح رايح جاي، هذا فيها خير. امام بن عبد البر قالوا له على التكرار، قال لهم هذا واش هو يدير؟ يدير الخير ولا يدير الشر؟ ربي واش قال؟ قالوا افعلوا الخير، قالوا افعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا واش هو يدير؟ يدير في الخير، ما لا خليه يدير في الخير، علاش تحرموه من باش يدير الخير؟ لا. فنقولوا للجماعه اللي يحب يكرر العمره في السفره تاعو هذه الواحده كي يروح للسعوديه، يحب يعاود شحال يقدر، يحب يعاود البابا، يعاود اليمه، يعاود صاحبه، يعاود الجارو، الخالو، العمو، يعني جداته وجده، يروح إلى قادر عنده الصحة، قادر يعاود العمرات يدير 10 عمرات يديرها. يروح مسجد التنعيم، يروح ولا الجعرانة ولا عرفات يديرها، ولا حب يروح للطائف لا يسهل عليه، ولا حب بعيد لا يسهل عليه، ولكن أقرب
هو الآن تنعيم فيه شوية الضغط هكذا، فالتنعيم هو أقرب يعني الحل للحرم، يروح التماتيك ويعاود يكمل عمره يرتاح شوية، حبي يزيد زيد يولي التم ويعاود عمره تانية، ولا زاد ارتاح وصاحب حبي يزيد يدير جده ولا يزيد يرجع للتنعيم ويعاود، لأن بعض الناس هم يحرموا على الناس يقولوا لا ما يجوش كذا، هذا راهو كان فيه تاع الناس تاع واحد ولا زوج بك اللي قالوها، ويقول لك بأن السلف لا كان السلف كذلك كاين واحد برك ولا زوج اللي قالوها، وقالوا لك بأن الصحابة ما داروهاش، لا الصحابة داروها، كاين أدلة على الصحابة داروها، كروا العمرة عدة مرات كاين، فنحن نقولوا إذن من استطاع أن يعتمر على غيره يعني خاصة الأموات فليفعل، يروح مزدعى عائشة رضي الله عنها، يروح للتنعيم ويعمر شحال حب، يعني شحال حب يعاود، حتى ولو يعاود الروح حب يعاود الروح راه يسهل كيف كيف، إلا حب يعتمر على غيره الله يبارك وهذا أفضل عنده خير كبير، حب يعاود هو العمرة ليه يروح للتم كيف كيف، يروح للتنعيم ويعاود عمرة جديدة إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله. بارك الله فيك. تسألوا أيضا السلام يعني على غير المحارم، يعني هو تسليم شيء يتسلموا على هذا الشيء، ولا قول السلام اللي هو أفضل، يعني الآن كي اعتمرتي خلاص ماذا ما اعتمرتي الآن بدأت كما نقول الإنسان يحاذر على روحه، فهذا أجانب عليك، أجانب عليك إذن ما تسلميش عليهم، أجانب عليك ما تسلميش عليهم، فقط يجوا مرحبا بكم ولادي تفضلوا كذا كذا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وربي يتقبل منا ومنهم. آمين. بارك الله فيك شيخ. الأخت أم خديجة من ميلا تسألوا عن نصيحة لزوجة الابن، راهي مقاطعتهم وما تهدرش معاهم ما تكلمهمش. زوجة الابن قاطعتهم طول طول، قالت لهم أنا قلبي كحل، يا هي قالت لهم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله، قلبك حلو وبليس ماشي الإنسان، ما يقولش كلام هذا عيب موش مليح، هذا من أخلاق القرآن، أخلاق القرآن دائما ونزعنا ما في قلوبهم من غل ربنا في الجنة ونحن الحق زلك من قلوبنا، ما يحبوش ربي سبحانه وتعالى، كيف تقولنا في قلبك حل، لا القلب لك حلو وران، القلب اللي معمر بالمعاصي معمر بالذنوب هذاك هو اللي يقعد قلبك حل، هذاك أما الإنسان المؤمن لا ما عندوش قلبك حل، اللي عنده قلبك حل ما يقدرش يكون مؤمن وقلبك حل، المؤمن ماشي حقود الحقيقه ما يجتمعش مع الايمان في القلب، لا لا الانسان المؤمن يكره الافعال، صح يشوف الفعل واحد يجي حاجه ماشي مليحه يزعف يكره، ولكن ما يكرهش الانسان هذاك، خاش الانسان ممكن غدوه يتوب، ممكن غدوه سبحانه وتعالى ربي يعني يترحم عليه ويرحمه بواحد التوبه نصوحه توبه جميله جدا، يولي من خيار الناس، يولي يعني من يولي من اولياء الصالحين، يعني كما هنا شفناهم شحال من الناس كانوا عاصين ولكن ولوا في بعد فن مرحلة صغيرة ولا قصيرة ولا طويلة حتى ربي هداهم وصبحوا يعني من خيار الناس الحمد لله. الحمد لله. فلهذا احنا ما تقوليش قلبك حل، عيب عليك. الإنسان المؤمن ما عندوش قلبك حل. ما يحكيش على الناس. فلهذا احنا نقولوا صح تزعفي بالكش ما ضراتك ولا حاجة نعم، ولكن ماشي على سبيل الدوام. ماشي على سبيل باش تقطعي يعني كما قلنا بابة راجلها يمة راجلها يا أخي. يمة راجلها. عيب عليك هذه كي يمك في الحقيقة. تغلط معليش تغلط كذا. حاول انت يا ما تجيش عندها كل يوم باش ما تكونش عندك كما نقولوا احنا شكون عباره عن شجار ولا تعود تقابليها بكلام احتكار ما يعودش عندك كما نقولوا احنا مرافقه لها دائما ولا مصاحبه لها دائما تواصل دائما، هذا بمعنى ممكن بمعنى انك تجي خطره في سمانه خطره في 10 ايام خطره في 15 يوم باش تتفادي تهربي من شرها، معليش نقصي يعني من شرها فيش مشكل، باش تقول لي قلبك حل وما نزيدش نروح عليها، هذا الانسان يعني الانسان يقطع العلاقات ما بين الناس، او الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع، يعني قاطع الرحم ما يدخلش الجنه، او موش لعب او موش سهل، او كيقول لك ما تدخلش الجنه وين تروحي؟ الى الجنه ما تدخليهاش وين كاين واحده من زوج يا النار يا الجنه، الى قال لك ما كاش الجنه وين تروحي؟ وين تروحي صح؟ صافي تروحي للنار، والنار هذاك واش معناتها؟ شوفي النار هذه الدنيا كاع كي تولي كي البركان، شتي البركان كيفاش هو الدنيا هذه كثر من هذا البركان تشعل النار، هذه هي جزء من 70 جزء تاع الاخرى وما ادراك، كيفاش تحمليها انت النار هذه؟ قلت تحمليها، فلهذا نقول يعني اياكم ثم اياكم، انسان يغضب ما نقولش ما يغضبش يعني يزعف، ولهذا عندك ثلاث ايام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يحل للمرئ المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، ثلاث ايام تاع الزعاف تاع كذا معليش بصح راجعي نفسك وعاودي توبي الى الله سبحانه وتعالى، ولو بالتليفون واش راك يماك بخير لاباس عليك الحمد لله، ماشي شرط تروحي لها، المهم بالتليفون مرات كل شهر تروحي لها مره كل شهرين مره، ما
وما تديريش في بالك هذيك تاع المقاطعة هذيك لا. الله يهدينا ويصح حالنا. آمين. بارك الله فيك شيخنا. في عجالة أم أحلام من سطيف تسألوا هل يجوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو حي في يعني في قبره، لأن له يومين احنا نصلوا عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا نسلموا عليه يرد له ربي الروح تاعو ويسلم يعاود يرد لنا السلام. تما راهو يومين وفي المدينه من وراه يومين يزوروه، السلام عليك يا رسول الله، وحنا مننا نسلموا عليه. اما يرد الرسول صلى الله عليه وسلم يرد له ربي الحياه تاعو ويرد لنا السلام، معناتها راهو حي في قبره، راهو حي في قبره، لكن رغم ذلك ما نستغيثوش به، ما نقولوش يا رسول الله سلكني، يا رسول الله اعطيني، لا، هو لو كان ينوض يزعف علينا، يغضب علينا، قلنا لا، انا لهذا قال لا تطروني كما تطرون النصارى عيسى بن علي، ما تجعلونيش انا شو الاله، ما تقولوش بمعنى سيدنا محمد ينفع. قال يا فاطمه يعني كما نقول احنا اتقي الله وبمعنى واشتغلي بمعنى بطاعه الله فاني لا انفعك من القيامه. ما تقولش بابا رسول، هذا رسول وهذه بنته فاطمه الزهراء، قال اعملي خدمي يا بنتي خدمي الاخره تاعك، ما تقوليش بابا راهو رسول تكلي عليا تقولي يعني يوم القيامه بابا يدخلني الجنه، انا ما نفعكش يا بنتي، هذه بنته حب احنا احنا ورانا من بنته، هذه بنته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا بنتي خدمي راني ما نفعكش يوم القيامه. فلهذا احنا لا، احنا ما نستغيثوش بالرسول صلى الله عليه وسلم، احنا نستغيث بالله، من كان يعني حالفا فليحلف بالله او ليصمت، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه. وكذلك اذا من كان مستغيثا فليستغيث بالله سبحانه، ايه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، هذه واش تقولي؟ قولي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ربي اغيثنا يا ربي اغيثنا، ماشي نقولوا احنا للبشر، المخلوق احنا ما نستغيثوش به، احنا المخلوق نستغيث بالله سبحانه وتعالى وندعو. كاين بعض العلماء جمهور العلماء يقولون بالوسيله، قال يا ربي بوجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا ربي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الطف بينك، هذا يجوز، هذا جمهور العلماء يجوز. بعض العلماء قالوا لا، قالوا يجوز بالاعمال الصالحه، ولكن احنا عندنا يعني عند جمهور العلماء يجوز الوسيله التوسل بالصالحين وبالانبياء وبالملائكه الى غير ذلك في دعاء في الدعاء، والله اعلم. بارك الله فيك شيخنا. الملائكه تشهد لحافظ القران ام لقارئ القران؟ الاثنين. لان قارئ القران جيت تحضر له. نعم. واللي يحفظ القران كيف يقعد يحفظ جيت تحضر له. المهم هو يقرا. نعم. ايه الانسان في هذا كان الانسان يقرا سوره الكهف. كان يقرا في بيته. بدات يعني الضوء كما نقولوا احنا والعوج تاعو بدا يهتز حب يهرب. راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شوف يا ودي كنت نقرا سوره الكهف قاعد نقرا في القران فاذا به من قوه يعني النور هذاك اللي نزل تاع القران الكريم وهذيك ملائكه كانت تنزل العود شافهم بدا يهتز حبي قال له يا فلان قال له الملائكه هذيك اللي جات تمشي تسمع القران قال له كون قعدت تقرا القران كون شفتهم سبحان الله يعني بمعنى كان ربي يسمع ولكن انت تقلقت وخفت سبحان الله فلهذا يعني شوف فضل القران ان الملائكه تحضر لهذا القران الانسان يعني الماهر بالقران مع الكرام البرره اللي يقرا القران وعنده صوت منه يجوا يسمعونه الملائكه يقعدوا يسمعونه والمتعتع فيه ويقرا مسكين ولكن يكسر فيه يحبس منه يتعقل منه يكسره منه كذا ولكن رغم ذلك ربي يعطيه اجران اجر قراءه الناظر في القران اللي هو عباده واجر قراءه التعب هذاك لو يتعب مسكين يحوس كيفاش يقراه يحوس يقرا يعطي ربي اجران يعني بمعنى ما يروحش بلاش يعني ربي يخلصه لابد يخلصوا ربي يعطيه اجران ان شاء الله هذا ربي يوفقنا ان شاء الله ان شاء الله. تسالوا ايضا ام احلام من سطيف عن الاطمئنان اللي يعيشه الانسان هل هو دلاله على القبول في الاعمال؟ الطمأنينه يعني هي راحه البال وهي بكثره ذكر الله وهذه علامه على نعم علامه على طاعه الله سبحانه وتعالى وعلامه على رضا الله سبحانه وتعالى لان الطمأنينه لا تاتي الا يعني بعد ذكر الله سبحانه وتعالى ورضوان يعني ربي لما يرضى على واحد طمأنينة أما الإنسان غير المطمئن يتبقى مقلق على لأنه لا يذكر الله كثيرا نعم فلذلك تشوف الشيطان يجي من هذاك الباب يبدأ يقلق فيه خوفه يفكروا في كذا يفكروا في كذا حتى يعود مقلق فلهذا احنا نقول الإنسان المطمئن القلب هذا من علامة الرضا صح ربي يعني لاش الذين يعني كما نقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار يدعو ربي سبحانه وتعالى يعني ولا نعم عند قال طوبى لهم وحسن مآب الذين امنوا بهذا اللي يمنوا يعني قال طوبى لهم وحسن مآب
وألا بذكر الله يطمئن القلوب. إيه فالإنسان لما قلبه يطمئن فهو يدن صح من تحت رضوان الله سبحانه وتعالى أنه يذكر الله ليكثر من ذكر الله يجيه طمأنينة. نعم. إيه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. بارك الله فيك شيخنا. الحجامة في رمضان هل هي من المفطرات؟ هذا فيها كلام كذلك بعض بين العلماء، منهم من يقول بأنها تفطر، ولكن جمهور العلماء يقول أنها لا تفطر، لأن النبي ثبت عنه أنه حجم في رمضان ولم يفطر، وأمر كذلك الحاجم المحجوم يعني يفطر يعني في حاجة، ولكن غلبه ما قال أن هذاك منسوخ، وهذا بمعنى المعمول به هو أن الحجامة لا تفطر، هذا هو المعمول به. نعم. بارك الله فيك. الأخت زينب من المعسكر تسألوا عن شبابيك الصيرفة الإسلامية. نعم، شبابيك الصيرفة الإسلامية موجودة الآن في كل البنوك تقريبا العمومية. نعم. موجودة وهي صحيحة، بمعنى أن الإنسان لما يروح يلجأ لها يجروا له مرابح نعم يشروا له على اسمهم ويبيعوا له ويخلص بالعقل. نعم. او يأجروا له يشروها هما ويأجروها له ويخلصها على سبيل يعني مدة معينة، لما يكمل الأجر تاعه يعني التقسيط هذا يكمله يعاود يقولوا الآن أنا نقل لك الملكية، كملت الأقساط بالإيجارة الآن نقل لك الملكية، عنده عقد جديد، عقد وهو بيع، نبيعوا لك الآن من الملك تاعنا ليك أنت على أساس أنك دفعت لنا هذيك الأجور اللي دفعتها، نحسبوها لك كأنها عبارة عن ثمن تاع البيت هذه، ويكتبوها له ويعطوها له بثمن رمزي ولا بثمن اتفق عليه، وهذا معلوم معمول به إن شاء الله. شيخنا حجة تسألوا تقول لك يعني في المقيمة معايا العروسة مع الوليد مع وليدي وأنا مريضة، هل يعتبر هذا الصيام يعني صيام يعني تخرج عليهم فدية إفطار صائم؟ شكون اللي مريض؟ الحجة هذا. هم يخرجوا عليها؟ هم يخرجوا عليها؟ لا لا هم يفطروا عندها. إيه. وهي اللي طيب. وهي حبة تخرج. هي حبة تخرج. مشكلة. آه يجوز. يجوز. عادي. بصحتهم والله يتقبل منها إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا، الله ينفعنا بعلمك. آمين. إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام إن شاء الله. آمين. مخرجنا يونس نختم إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، نشكركم ونشكر أيضا الفريق العامل في قناة القرآن الكريم بقيادة مخرجنا يونس مسيلين، أيضا زهية هني في المتابعة والتنسيق، وكل العاملين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.